السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا هتعجبكم قوي. مش طبخه خالص المره دي، بس ان شاء الله تعجبكم الفكره. لو عجبتكم الفكره ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل الاشعارات. وطبعا يا ريت ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحط لايك للفيديو كده لو عجبنا، وندوس ونشترك في القناه عشان يوصلنا كل الاشعارات. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. دلوقتي بقى عايزه اقولك ايه، حطي البيكنج باودر في الغساله وارتاحي من اهم مشكله بتواجهك واهم مشكله بتقابلك، وهي ايه بقى يا جماعه؟ ريحه الغسيل. ناس كتير جدا بتشتكي ان غسيلها ريحته وحشه جدا. بعد ما بتغسلي الغسيل بالمسحوق، حتى ايا كان النوع المسحوق، بيلاقوا الغسيل بتاعهم ريحته وحشه. طب دلوقتي بكيس واحد بس كده من البيكنج باودر هيريحك تماما من الكلام ده كله. ازاي بقى؟ اول حاجه عندي في الجزء اللي تحت ده بتكون الغسالة نفسها فيها بواقي مش نظيفة وما طلعتش معايا، فدي نبدأ نعمل لها ايه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. عندي الغسالة نفسها بنغسل بيها وبتصفي المصفة دي، بيكون لسه فيها بواقي، يعني بواقي تراب ورواسب وحاجات من دي، وبتكون ما اتشالتش مع التنظيف. عندي بقى هنا هاخد الجزء ده كده، ايه الجزء ده بتاع الكلور، باخده بقى وابدأ ان انا احط فيه رشة كده من البيكنج باودر بالكامل، وبمسك بقى باقي الكيس هنا كده في الغسالة نفسها. شايفين بقى كده ازاي؟ نفتحه بقى كده كويس عشان ايه ينزل معانا اي حاجة موجودة فيه. بسم الله. وطبعا يا جماعة الفلتر بتاع الغسالة هو التاني، شيلوه يعني ما تسيبهوش. لو شلت الفلتر بتاع الغسالة والجزء بتاع الكلور ده، لان مش كلنا عارفينه ومش كلنا بنستخدمه، وكمان الجزء ده كده، بصي انا ما بقولكيش فكي اي حاجة من الغسالة، لان انت لو فكتيها هتلاقي الغسالة كلها صيانتها ضاعت، فما تبوظيش اي حاجة وتخرجيها من الضمان عشان خاطر تنظفيها. بصي بقى انا عملت كده، هعمل ايه تاني؟ هجيب معايا الخل. الخل ده يا جماعة خل اللي هو البيتي العادي بتاعنا، او لو انت حابه بقى تجيبي النوع التاني من الخل مفيش اي مشكله، بس دي يعني لو انت بتدي دوره الخل، انا بحب اديها بالخل المركز مش بالخل ده بصراحه. لو هتعمليها عادي كده يبقى هتعمليها مفيش مشكله بده، اهي كده اهو. ونبدا ان احنا نعملها كده وننظف معانا طبعا الفلتر، احنا كنا منظفينه من قريب اهو. بصوا بقى عايزين نشوف حوش قد ايه بقى في الفتره اللي احنا سبناه فيها دي، اهو شايفين ان الغسيل بتاعنا عامة بيكون مليان رواسب، ده كله طلع من ايه؟ من الغسيل. هناخدها برضو نشطفها، بس ايه مش دلوقتي، خليها دلوقتي مش هشطفها معاكم، هبقى اشطفها انا ايه كده لوحدي. وندي الغسالة دورة تنظيف تاني، هتخلي ريحة الغسيل يبقى حلو، وفي نفس الوقت الغسيل بتاعي هينضف، الغسيل هيبقى هينضف معايا وريحة الغسيل هتكون نظيفة جدا، هتبقى ريحته حلوة، مش هيكمكم معاكي الغسيل، مش هيعمل ريحة، هيبقى جميل جدا. تعالوا بقى نعمل الدورة بتاعتنا. بعمل ايه؟ بشغل معايا الغسالة كده وبدخل على، بس حبيبي، بدخل على دورة الايه، تنظيف الحوض، وباخد كده الغسيل بتاعي وابدأ ان انا اديله دورة تنظيف الحوض واعمل له ستارت كده ويبدأ يشتغل معايا. الكلام ده كله بقى بيعمل ايه؟ بينظف معايا الغساله، اي رواسب موجوده فيها تبدا تتسحب معايا. اوعي بقى تفكي الغساله تحطي فيها اي حاجه، لا سيبيها زي ما هي كده. بعد ما تخلص خالص دوره تنظيف الحوض تبداي ان انت تحطي غسيلك تغسليه عادي جدا وتطلعيه، هتلاقي ريحته جميله جدا. سيبها بقى تكمل واكمل لكم الوصف. دلوقتي بقى الغساله هي شغاله معايا، طبعا المفروض ان انا بفصلها تماما عشان احط معايا الفلتر بعد ما غسلته. نبدأ بقى نديها دورة التنظيف بتاعتها، وبعد كده نمسح مع بعض بقى الغسالة. انا بحب امسحها بالخل، الخل بيديها نظافة كده وبيديها ريحة حلوة في نفس الوقت، ولو في اي حاجة فيها بينظفها معايا تماما بصراحة. تعالوا بقى دلوقتي نسيبها تكمل دورة التنظيف، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. بقى خلاص عملتها معايا، هتطلع دورة التنظيف والشطف، وكمان بدأت ان انا ايه امسح بقى كده معايا الحالة نفسها من جوه. بملاها كده معايا مية وبحط المسحوق، لما بتيجي تحطي المسحوق
بعد ما تحطيهوش بقى في الجزء اللي فوق ده، انا بحطه في الارض في الارضيه على طول. هاخد كده شويه اللي انا هحطهم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اي حبه مسحوق انت بتستخدميهم او اي نوع مسحوق انت تكوني بتستخدميه، وهنحط منه كده ونشغل معانا الغساله. الغساله طبعا هتلف، انا بحب ازود على المسحوق كلور الوان، بينظف معايا جدا الغسيل، وفي نفس الوقت بيكون خفيف كده على الملابس نفسها، ما تعملش حاجه ثانيه، ما تخليش الجلد بتاعنا يحصل له التهاب ولا اي حاجه. بديها الاول الدوره كده بحيث ان هي تلف مع نفسها، المسحوق نفسه يدوب فيها، وبعد كده ببدا ان انا انزل بالملابس. بس هحط الاول الايه المنظف بتاعي او الكلور بتاعي. باخد بقى دلوقتي الكلور الالوان او اي نوع كلور انت بتفضليه، بمسح بقى كده هنا اي حاجه تكون اتبلت معايا. دلوقتي بقى اقدر ان انا احط ايه الملابس بتاعتي. هاخد الملابس اللي شوف بقى انهي ملابس بالظبط اللي حابه تحطيها، فاتح او غامق ملون او عادي ليلات مثلا لوحدها فوق كده. يعني هبدا بقى ان انا انزل كده بالملابس، بسم الله الرحمن الرحيم، واحطهم معجونين مش مقلوبين، دي اهم حاجه اهو كده. طبعا بقى وهدوم الولاد والحاجات دي كلها برضو بعدين. بالشكل ده. فطبعا هي الفكره كلها في ايه؟ في ان انت الريحه الوحشه للغساله انت بتعملي فيها زي انا عملت كده من شويه، وبتبداي ان انت ايه تنظفيها بالطريقه اللي احنا عملناها دلوقتي. دي كانت اهم حاجه في الغساله نفسها. وكمان الفلاتر بقى والحاجات دي لازم تنظفيها باستمرار معاكي، لان هي دي اللي بتخلي الغساله بتاعتك ما تعملش ريحه، تنظف الغسيل الحاجات دي كلها. ونقلب الغسيل كله بقى عشان ينضف معانا، وباذن الله تشوفوه بقى بعد ما يطلع. لو الفيديو كمل هوريه لكم بقى بعد ما يطلع، وكمان ممكن ننشروه مع بعض واوريه لكم. بس انا بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الافكار نفسها ومن الموضوع نفسه، ان هو ايه يكون سهل عليكم وتكونوا استفدتوا منه، يكون مفيد ليكم، ما تكونوش ضيعتوا وقتكم على الفاضي. دلوقتي بقى بتمنى تكون عجبتكم الفكره. لو عجبتكم الفكره ما تنسونيش بقى في الكومنتات واللايكات، وما تنسونيش في الكومنتات الجميله بتاعتكم سواء ايجابيه او سلبيه انا بقبلها، ما تنسونيش في الكومنتات، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل الاشعارات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.